قلت امشي يعني امشي امشي. عمرو ترى انا ازعلك والله. الزغر يا ولدك ما تستحي. ملاح امهلك على عيال هذول ما انا برقبتك. ها الشيخ بتعب لا يترك الحلال ولا في لفيت اخذ الزواده من اصحاب الحلال. تدري انك فاغم انفهق ايش عن طريق انفهق. لو ما كان الامر يضل عني ودي اتحمله الحين ما يعاود جديه. يا خي يا شامه اللي ضايق ايش ضايقني تدري لولا خفت من ازعلك كنت ودي ازعله. الله يبارك بيك وبيك. قبل لا امشي ودي الشيء ما اريد غير سلامتك. بخاطرك. مع السلامه. الله سبحانه وتعالى يوم اعطى العقول الخلقه أعطاك عقل ناقص. أنا؟ إيه أنت ما عندك التعامل الصحيح ولا عندك الكلمة الطيبة اللينة وبالطريقة هذه حتى مريع الغنم ما يقبلك. مريع غنم الله يكبر واجبك. العيون مغاريف الحكي وأنا فاهم اللي قلتك كله لكن أنت تدري وش ودي أقول لك هالحين؟ وش ظل بيها؟ خل العيال والضحى بحالهم خلهم بحالهم الحين عودة أخوهم أنت أفهم ولا لا؟ يا طويل العمر هذه عوره عوره واللي عنده بالبيت عيل صغير. ايه عيل ولكن بهن خوه اكثر منك وعيال وضاح اتركهم اتركهم لين هم يجون يطلبونك ولا يلفون عندك. عخاطرك مثل ما ودك والحلال حلالهم لا تقرب منه ان كان هم عندك ولا في بيتهم. أشوفك تكرب رجليك كر. علامك أنت خير يا مرة وش بيه؟ حنه من غير مية ومن غير خبز والنهار راح وننتظر. هذه رخاوة رجال لو انك وريتهم العين الحمراء من الاول ما كان هذه حالك. حتى العجيان ما هم رادين عليك. وانت لوين مشتدة كثير بالامر ها؟ اليوم ولا باكر مصيرهم يرد علي هم ولا جدي على المشم؟ اي بعد قلبي سامعين بصيتك يا مرة. يا مرة نبهان قال لي دشر العجب لحالهم وش اقول له؟ ما اقدر اخالف الشور. طويل العمر ما حكالك الحكي هذا غير لما عرف انك ما انت قادر تدير نفسك. لحد شلون ودك تفهم مع شامه وجازي؟ انا اقول يا ذهيبه بلش يعني بالكلمه الزينه وانت شاطره بهيج حكي تجيب شامه لصفك. Thank you.
يا رب انت شايف اني هولية مالي حد. يا رب يا طالبي يا غالبي يا مفرق ما بين اصابعي انجدك الستر والستيرة ونجدك ترد لأخوي جديع يا رب. يالله يا عالم بحالي وتدري ويا معتلي يا رب أنت الخبير أتزيح حما لا يجن وسط صدري يا رب يا المعبود أنت القدير أتفرج هموما داخل القلب تسري وطالبك يا رحمن تنور مسيري وتايه بهالصحراء ومحتار أمري يا شيب قلبي كيف يصبح مصيري وحتى الفرس طخيت هادون مدري الله يعلم ويش بحالي يصيري دمعي على خدي من العين يجري مما جرى للدامع احرق نظيري وهديج روح الحزينة بشعري أضمد جروحي لجت في ضميري سود الليالي عذبتني بعمري سيف القدر وسط الضماير شطيري هذا صحيح يا بنيتي أنت أدرى أدرى مصلحتك ولا نقول شيء ولكن لا تنسي أنك بنية وما لك حيلة أنا ما أقدر أقدم على شيء يزعل أخوي جديع وباكر لما يعود ويلاقينا ببيت عمي يزعل علي لأنه ما يريد بيت أبوه ينطفي جديع يحب بيت أبوه يظل مبني على كل حال شاوري نفسك ولا تنسين الملوح عمك ويريد مصلحتك إذا سلمت منه ألاقي كل خير بس قول لعمي خلوه يتركنا بحالنا ويكف بلاه عنا وأنا نبهته إنه ما يتعرضكم إلا إذا أنتوا طلبتوا منه وأنا متوكد إنه ما يخالف لي شور Thank you.
وش في يا مرة؟ روحني لدير التهالي. عاودة، وش قلتي؟ شلون أروحك؟ أنا قاعدة عندك، لا خل ولا ظل. وش تريدي؟ أنا حين كنت بدير التهالي رحت لعند الحكيمة اللي يقولولها التقية، وقالت لي إني ما ببلوى، والحين توكد لي إن البلا من كنت. الهيبة، وش اللي جاب الحكي هذا عبالك؟ ودي أروح ألاقي نصيبي. أنت عيشتني على أمل مفقود وعلى وعد ما هو رايح يلفي. ومعقولة تهون عليك العشرة يا بنت العم؟ وأنا اللي عديت أخوي وضاح الله يرحمه وقلت بود والليالي السود ما أخذ غير ذهيبة، ما تذكر يا بعد قلبي؟ يا أذكر صحيح، بس أنت وعدتني بالسعادة، وأنا من يوم لفيت عندك ما شفت ولا يوم واحد سعادة بحياتي. يا ذهيبة، الدنيا ودها شوية صبر، وأنا عارف ودري أنك تحب تكوني صاحبة رزقة، وهذا مو هو بعيد علي. أبشري أبشري وأنا ملوح، أبشري. وإيش تحليلك للي تشوفه؟ واضحه يا اخوي، وكاد صار بهالمكان شيء. شيء ويش؟ هذا المعركة وهذا الخرج كان على ظهر الفرس، وانا اقول جايز انه خيال الفرس انذبح بمكان ثاني، او انه فرسه رمته وانهزمت، وهقوتي هذول الغرضان كان على ظهر الفرس ووقعن. طيب وليه ما تقول ان هذول الغرضان كانن الخيال ولفاه بواق وقدر يبوقهن منه، وعقبها وهو ماشي شاف راعيهن مقبل عليه من بعيد، من خوفه رماهن بالبلاد وانهزم. كل شي جايز، المهم عندنا هذول الغرضان صارن حلال زلال علينا. هي حنا بحاجة الرجل يحمينا، ونجدعتي توخر رايحة تواجهنا مصيبة كبيرة. مصيبة؟ اي حنا لو جرى علينا شيء لا سمح الله ما نقدر ندافع عن حالنا. انا عندك يا خي. حتى انت يا جازي بحاجة للي يحميك، انت صغير وما عليك ركنة. انا رجل يا شامة. صحيح رجل، لكن ودك ايام وليالي حتى تشب وتقف على رجليك وتحمل المسؤولية. الله عليك يا ابن آدم، ضعيف وشوية عطش تهد حيلك. يا رب إني نسيتك.
قلت لك حنا هيك مرتاحين وما ينقصنا غير رحم طله ورجعت اخويا جدع بالسلامه. طيب وش رايك تضلوا ببيتنا لما يعاود جدع وبعدها تبنوا بيتكم وتسكنوا بيه؟ لله يا ذهيبه حنا هيك مرتاحين، خليش تلفي علينا وتروحي، حنا راضين من بعضنا. ليه يوم مدتش تسكني معنا وش وده يصير؟ عظام الراس من بعضهن يتفكفكن وما حد يضمن الايام، خلينا هيج احسن لنا واحسن لكم. بس يا شامة انتو هيج رايحين تشلونا وشلونا شلاكم؟ رايحين نظل انت وسوس ونظل خايفين عليك وعلى اخوك، وانت شايفة عمك وحداني يعني ما يطلع بيده يتركني لحالي ويجي عندك وعند اخوك. لله يا ذهيبة ان لفانا ضيف يا هلا ومرحب، وان ما لفانا هو حر. ول هذا مستقلعين منا يا شامة. لا بالله، بس انا قلت لك بيت ابوي هو البيت الكبير والمفروض يظل مبني. ما صار شيء، نسكن كلنا ببيتكم. وش فرقت؟ لا يا حرمة عمي، بيت وضاح يظل اسمه بيت وضاح، عمره ما يصير بيت ملوح. وش تقولي؟ ملوح ما هم ملي عينك يا بنت؟ عسلامته عمي، ميركل منا ينام على الجنب اللي ريحه. أنا ود لكم وانتو حرين. حتى إن كان هم ودهم يسكنوا معك أنت ملزوم تجيب لهم ولد البيت تمر وعيش وقهوة وغيره. أيه، وكيف صارت هذه؟ كلنا أربع أوادم ونفتح بيتين، هذا اسمه هبال. أنت ما تصرف عليهم من جيبك، أنت تصرف عليهم من حلال أبوهم الله يرحمه. يعني طال عمرك أنا أقول كلمة واحدة منك تعدل كل شيء. ها؟ وش تقصد يا ملوح؟ يعني لو تروح لهم وتقنعهم وتقولهم يا عيال اسكنوا بيت عمكم ملوح تراهم ما هم رايحين يردوا لك طلب. لا لا يا ملوح، انا ما اضغط على عيال وضاح الله يرحمه، وهذا الموضوع يخصهم هم لحالهم. ما يسكنه واحد صاحب له يا خانمة، أقوة الرجال اللي شفتهم طلعوا من هان وراهم السالفة أو إنهم بواقين. لازم أشوف المكان خرج الطور وارتاح بيه الحين ما يعاودوا، وأعرف من حديثهم وش هم من الرجال. خديك مسل والقلب لجلك ما تهنى منام،
واسهر طوال الليل مع نجمة تسهل، عسى الوالي يجيبك لنا بسلامة. ويرتاح قلبي من على الهم بالليل، حياتنا يا اخوي عقبك ندامة، حياتنا يا اخوي بعدك غرابيل. متى نشوفك يا سعد عيشة ما من وقت أنا المشؤوم من عالي من الميل، مالي على الأيام حكم وملامة، أترجم العبرات ويلا بعد ويل. عزيل من مثلك حكم وباع ماما، بعدك أنا وجازي مثل المهابيل، كلا يدابع دمعته في بهامة، يجدع أخوانك من أساهم مغاليل. الليل الأسى خيم عليهم ظلامة، لو ندري هيك بدها تصير الامور يا فليح كان ما طلعنا من الديره. محمد ربك يا ساير، عندنا اللي يكفينا هالليله وباكر. هي لزوم الحكم الباب المغاره وعارف وش اللي يدور بينهم. يا هم لالي، قالت ان لوازم البيت هذا اخرتها، ودهم تمر ودهم طحين ولا العيل جازي، ودي ثويب ثويب هذا اخرتها، سير مرسال لحرابه وعيالها. اي ودخل العازه تقطع بيهم، اي لما يرجع علي ويقول ادخلك يا ملوح ودنا نسكن معك. الشغلة طولت كثير يا أخويا فليح، حنا لزوم نلاقي لنا حل. الطولة لصالحي ولصالحك. لصالحنا؟ شلون؟ شلون؟ هيا نطول وإحنا بعاد عن الديرة، رايح الشيخ جزاع يتهم منيجل ويطالبه بينا، وذيك الساعة ما بي قدام الشيخ جزاع غير راح لمنيجل ويطالبه بينا الحين عودتنا، وبهالغيبة
نكون جمعنا الدين اللي برقاب نحلى منيزل. ماني فاهم شيء. أفهمك، انت تذكر لما منيزل طلبنا بماله وشي كان طويل العمر؟ اي اذكر. يومها قال ضاحي ولد منيزل اذا ساير وفليح ما جاب الدين اللي برقابهم ولا ما يلوم الا حالهم. طيب وايش يعني؟ يعني تهديد ضاحي معناه انه هده يذبحنا اذا ما جبنا الدين، وغيابنا عن الديره راح يخلي الشيخ جزاع يشك انه ضاحي ذبحنا، ويج رايح الشيخ جزاع يطرد منيزل وولده حين يلفوا قرايبنا ويطالبوا بينا من الشيخ جزاع. وحين نعاود للديره وايش بدنا نقول لطويل العمر؟ حنه ما ندري شيء، ومعنا عذر انه طلعنا لجل نجمع الدين اللي برقابنا، ويج نكون طلعنا من اللوم والعتب. وانت هيك كان فكرك من الاول؟ اي تدري لو انك بدل، لكن تعرف تفكر زين. يا حبي الريح يا نشامة افزع. انت مثل البوم ما تحدي غير بالخراب. علامه قبلان، هذا هو يدفع الثمن من دم قلبه لاجل انه ساعدك. ولا ما قلت شيء يا ذهيبة، ما قلت شيء. انا وعدته ان زوجه شامة غير زوجه اياه، بس مو الحين، مو الحين. ايه العاد متى يا ملوح؟ لما تصفى الامور بيني وبين جديع، وادعي ربش الحين انه اخوش قبلان ما يلفي، لانه انلفى ساعتها ودن طلب للقاضي مهيد. وانت تعرفي اخوش قبلان هو الشاهد الوحيد ضدي. وفرض ان قبلان ما قال ولا علم عنك ساعتها يا قليبي، القاضي يلزم اليمين، وانت تعرف اليمين الشاذب يمحق الحلال من المراح ويقطع تال الذرية. ها تدري يا ملوح، تمنيت يوم انك تهيجن من كيف راس. وين انت يا اخويا جديع؟ وين انت يا عمود البيت وسياج المراح؟ حالتنا من عقبك، ما تصير لعدو ولا صاحب. عودلنا يا اخوي، عودلنا حنا بحاجتك. ما عاد بي حيل أقف بوجه ذهيبة وعمي. دير بالك عليه بيديك ورجليك، وحذرك ينهزم لما نعرف ويش سالفته ومن يديره هو. لا تشيل هم، بس لا تعاود غيره معك شي ناكله. أول ديرها صادفها بطريقي، أخذ من طرف الحلال شتين أذبحهن وأصرخهن وحطهن بالخرج وعاود لك. زين هات بروت الرج. يلا خاطرك.
مع السلامة. علام ايش تبكي يوبا؟ يوبا الجرح اكبر من قلبي. سلامة قلبك من كل جرح يا بعد شبدي. حياتنا هان بلية معنا طول عمر الغربة موت النفس والضياع لصل. لا يوبا انت من سلامة القوم اللي ما يتودر. يا يوبا العزوة زينة حشمة الرجل جماعته. يكفي لو صار للرجل شيء هو باسط جماعته ويصيح وينكم يا النشامة يلاقي ألف واحد يقله لعينك. صدقتي يا بنيتي لكن المكتوب ما منه مهروب وهذا قدرنا. حنا ندفع ثمن شيء ما شفناه لعلم الله. يا بنيتي لو بي بابة توجه له ما قصرت. أنا أقول تسامح فليح وساير وتخلي طويل العمر يرسل طرش بين العربان وينشر الخبر. وإذا فليح وساير عايشين يعودوا. الأمر اللي تسولف بيه وده أيام وليالي لما يتم. ودي يقبل بنصيبي لما يفرجها رب العالمين. وهذا حنا يا بنيتي عايشين بديرته بمطلق معززين مكرمين. صحيح يوبا ألينهم طيبين وما منهم قصور بس يظل الواحد يحن لديرته وربعه. ايه متى يلف اليوم الا اشوف الحلال هذا كله يهشل على بيتي. يا ترى تصير ودا حظ ودا حظ يا ملوح ودا حظ. متعب متعب هلا علامك ما شفت راعي حلالي. لله لقيله طيله هان ولا هان ومهجع الحلال. حلالك يشبع منه والارض وليه ما يشبع وش بده يضره. الخير وجاد والديرة عذية. وش السالفة يا متعب حلالي له شبعان ولا حتى يكثر معي يكثر يا رجل. ملوح صف النية ونام بالبرية. فاغم ملا خابرك فاغم سنحك. كل يا اخوي كل هلك اللي يفيدك وشد من عزيمتك وبلا خص التمر. أشوفكم عايشين خلاوي. حنا أخوان ومنصحين على حالنا. حنا بهالمكان أمي توفت وحنا عجيان وأبوي من سنة أعطاك عمره وهذا حنا شوفت عينك بهالمكان. وكادن بي وراهم سالفة مثل ما كانوا يحجوا. قلت لنا اخوك راح يجيب زاد منين؟ ها ربك ييسر يا ولد الحلال. انا اقول يعني لو تشوفوا لكم ديره قريبه تسكنون بيها احسن لكم وريح. هذا قدرنا حنا راضيين بيه واللي يرضى يعيش. وديروا بالكم على حالكم يا عيال
وإن احتجت شيء يا عمي تراني ما تونى عليكم. زين؟ زين يا عمي. يلا تصبحوا على خير. تلاقي الخير يا عمي. وش هالزول؟ عبر سبيل ذبحنا الجوع والعطش ودور على معزب بقضي ليلته عنده. ها؟ تفضل تفضل فوت يا الأخو. بارك الله بيك. مساك الله بالخير. بالخير والعافية يا هلا. فوت فوت اقعد عفوا. تفضل تفضل يا هلا يا هلا يا هلا بيك يا هلا. هلا بيك. لما مات الله يسامحك يا اخويا فليح. قلت لك خلينا نعود للديرة ما رنك ما قبلت المنصحة، وهذا حنا ليلة نعشى وليلة نبات بدون عشاء وكل لقمة بغصة. يا حي الضيفي والله. الله يحييك. الحين الزاد يجهز. يا حييك يا ضيف الرحمن. ومنين لفيتك؟ لفيت من ديرة الشيخ نايف الفهيد. والنعم منك ومنه، حياك الله. بعد اذنك يا ضيف الرحمن، لو تسمح لي ودي اشوف هالبرودة. اي تشوفها تفضل. عشت. اي هالبرودة هذه ذكرتني بجرح قديم. جرح؟ كانت عند رحمة أبوي وحيد أخت البرودة هذه، مير النار كلتها. كلتها؟ شلون؟ إيه ادعجت النار بالبيت والبرودة معلقة بالواسط. يا سبحان الله، خيط البرودة هذه مخلق منطق. وكاد صاحب البرودة له قصة. أزوم أدبر حالك وانهزم. أي أقول يا معزب الرحمن، أريد مية عطشان كثير. أي تبشر، ودك مية الحين أجيب لك مية.